محسوبك رئيس الفن ومين اللي يتحداني واللي بتحداني انجن ضيع حاله بثواني هاي محسوبك رئيس الفن مين اللي يتحداني واللي بتحداني انجن ضيع حاله بثواني عند الكلمة 12 طن على وزن المعاني سيفي ماضي لو بنسن ضرباتي قتالية هي حلالية يا لغة المجاوز ايدان وحدة السقف السقف لفوق ليل السقف السقف لفوق لا تسقف السقف لفوق كونوا الله يا رجال يلا يا تراوي اسمع دي دي ابو سعيد نور وسعيد اسمع اسمع شوي شوي أعصابك معلوم لكل الشعر فن وذوق صحيح تنجنش اللي صابك قال يا حادينا هدي وروك شوي شوي أعصابك طول الساده الفن وذوق تنجنش اللي صابك يا ويل عليك واللي عاديني محروق يا ويل عليك يا نور على رجابك واللي عاديني محروق وراح ترجع على رجابك لا تعمل فيها وتسوق علينا العدارية يا حدادي يا مالي طلع عنا بالغالي واحد اثنين ثلاثة أربعة يلا 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 اللي بيحب الله والنبي لو بتطق ولو بتموت اتأكد انك مغلوب لو بتطق ولو بتموت اتأكد انك مغلوب بالقلعة ما راح تفوت مدروس الامر ومحسوب اي لو بتطق ولو بتموت اتأكد انك مغلوب بالقلعة ما راح تفوت مدروس الامر ومحسوب اوعك تاخذني بالصوت ولا بهالشعر المعطوب كرباجي حامي والصوت خلي عظامك مهرية يا حلالي يا مالي يا العيد يا فوق وفوت فوت فوت دينا لفوت وفوت فوت فوت ايدينا لفوت وفوت فوت فوت ايدينا لفوت وفوت فوت فوت قولوا الله يا رجال ولعت ولعت العب 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 ها يلا ايدينا فوق بالله عليكم لفوق 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 الله خلاك لفوق ايوه ابو فراسه على احلى تحيه يلا كول كول يا نور اسمع اوف اسمع اسمع اي على اكثر ما بتصور انا لا خلي يوم وخربان معقول قال يا زغلول وما طير
يا صوص وبين الصيصان العب على على اكثر ما بتتصور خلي يومك خربان يا زغلول وما طير يا صوص وبين الصيصان لا تعملها وتتهور وتفجر حالك فنان جبر البصل وتدور يا وصاري غني مرضية يا حلالي يا مالي صلي على النبي الغالي ابو جواد اتماديت بقولك يا نور على العقول وعلى الباب شو بده يساوي العصفور مع النسر والعقاب اتماديت بقولك يا نور على العقول وعلى الباب شو بده يساوي العصفور مع النسر والعقاب خلي للطابق مصدور لا تفتح لجهنم باب رح خلي مجدك مكسور هل عيونك معمية يا حلالي يا مالي يا ليدي الأفوك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة قول يا زين قال يا ابو الكاين شو بتقول بدري تتحدى بدري معقول لك اذا حركت الاسطول خطر المواقف خطري حبيتك لك يا ابو الكاين شو بتقول بدري تتحدى بدري كيلا بتحرك الاسطول خطر المواقف خطري واللي عاديني مقتول اوعى تستنفذ صبري اللي عاديني مقتول اوعى تستنفذ صبري مسحتك وانت المسؤول اوعى تترجى فيي يا حلالي يا مالي صل على النبي الغالي واحد السافي واثنين السافي وثلاثة السافي قولوا الله قولوا الله يا رجال يا ويل عليهم ولك اخ علي مالو حدا كولو اخ ولا مرة بترجاك لسلخ جلدك عن عظمك
خوض الحرب معاك واعطي شو بعطي عزمك. ايوة لا مرة بترجاك بس تحكي لك عن عظمك. رح خوض الحارب معاك واعطي شو بعطي عزمك. وياك تعاند اياك ولا بنسي لك اسمك. ورح قد الحفلي بالك ما بتغني الغنية. هي حلالي يا مالي يا ليدي انا فوق تنكس. اسمع 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 اسمع. اوف ابو الكاين بيحكي كثير ما بيدري شو عم يحكي. معقول؟ قول يا حبيبي. ابو الكاين بيحكي كثير ما بيدري شو عم يحكي. صب شاي لك ما بيدري بحرب التدمير رح يرجع عندي ويبكي. معقول؟ اي من دمك لعمل عصير ومن لحمك لعمل علكي. اوه قال يا ابو الكاين بيحكي كثير ما بيفعل شو ما بيحكي. ما بيدري حرب التدمير رح يرجع عندي ويبكي. عندك لعمل عصير ومن لحمك العلكي. من دمك نعمل عصير ومن لحمك نعمل علكي. جينك مثل المناشير والسيوف المنطية. يا حلالي يا مالي صلوا على النبي الغالي. اسمع يا عم المنشار منشار القص البادح. ما بينفع تاخذ نجار نجارك ما هو صالح. هل واسمع يا عم المنشار منشار القص البادح. ما بينفع تاخذ نجار نجارك ما هو صالح. ساعدك في الدنيا قصار في وجه الريح الجارح. ما رح تحصل على الاعشار ولا القيم السفريه. هي يا مالك يلا يدلك الله الله الله.